جولة بسوق سيدي سليمان والذي يصادف في يوم الأربعاء. قمنا في هذه الجولة بتحسيس المواطنين ودعوتهم للانخراط في عملية التحفيز العقاري باعتبارها هي عملية قانونية تعمل على الرفع من قيمة الممتلكات وتحصينها، وكذا تشكل دعامة اقتصادية واجتماعية من خلال الخدمات التي تقدمها، خصوصا على مستوى الضمانات البنكية من أجل الحصول على السلفات من هذه المؤسسات البنكية، مما يشجع على خلق نوع من الاستثمار داخل هذه المنطقة باعتبارها تعتبر منطقة فلاحية بامتياز. وفي الأخير ندعو جميع المواطنين إلى انخراط في عملية التحفيظ من أجل تثبيت الممتلكات ديالهم وحمايتها والرفع من قيمتها. شكرا.